تماس. نوري شهيد وفاول لمصلحة دورتموند. بودولسكو شهيد. والحكم ينتظر رفع البطاقة. كارت في وجه شاهين وكارت في وجه لوكاس بودولسكي. المناوشات تتواصل بين نجمي دورتموند وكل. حذاري حذاري الوقت البديل حذاري وجول. سيف سيف شاهين يريد الانطلاق. دورتموند كبير دورتموند كبير هذه السنة يا ناس. دورتموند عظيم هذا الموسم. مشال بودولسكي يحتفل وفايدن فيلر معاه وماكس هوملس معاه. حذاري بالكارت الأصفر الثاني. يبدو أن كارت أصفر ثاني يبدون. سبع انتصارات متتالية. هذه الصورة ما شاهدتهاش أنا شخصيا من زمان. ما شاهدتهاش من أيام ريدل ومن أيام 3-0. يذكروا بنتيجة رفع العرش الكرة الألمانية والأوروبية والعالمية مع هذه المشاهد الرائعة والشيقة. أترككم سيداتي وسادتي، تحياتي كريمة طرهوني.